طالع بكير من الشركة، ليش ما خبرتيني؟ حياة، عم بحكي معك ما عم تسمعي؟ مو هي غلطتي؟ شفتن وحللت على كيفك واستنتجت وحكمت علي من عندك، لك حتى ما فكرت تسألني شو هدول. فهميني شو صار لك، ما تحكي لا تسكت. هلا مو شايفني مزن بالله جبت لي هدول معك؟ نطرتك تحكي لي وما حكيتي، شو كان بدك فكر؟ إذا منتبه الفستان من حكاية الشتاء؟ نحن هاي مشكلتنا مزبوط. شو المشكلة؟ دائما في عندك شكوك. بس أنا بوثق فيكي، ليش لحتى شك؟ نحن ما رح نخلص بهالطريقة، أنا لو شو ما عملت وشو ما سويت أنت ما رح تثق فيني. حياة ما تجني. لو مالي واثق فيكي، هداك التافه ما كان فات خطوة لقلب الشركة. ونحن ما كنا عم نحكي هالحكي هلا، على كل أنا شفت الصور وما حكيت شي. وكله كرمالك انت ونوران، وهالتافه لسه بالشركة. يا حرام قديشك حباب. تعرفي انا الحق علي، بكره من الصبح رح اقلعه من الشركة، بس بالاول حابب اني كسر له راسه. شفت شلون؟ شو؟ انت كمان ممكن تغلط مراد. هلا بدنا نضل نحكي بالاغلاط لبكره الصبح؟ بعدين انسي. قول يلا قول، لا تخجل. مدام بتعرفي اني رح اعصب، ليش من الاساس لحتى تروحي معه؟ انت عم تحاول تطلع بالعالي كانه ما؟ لا ما عم بطلع بالعالي، بس انت لايمتى بدك تضلي عم تغلطي؟ انا انسانه ولاخر يوم بحياتي رح اضل اغلط. بهي الطريقه ما رح نوصل لنتيجه بنوب، انت لازم تهدي لنحكي. انا وصلت للنتيجه من زمان. وهالنتيجه هي شو بتقول؟ اخذت قرار. شو القرار؟ انه تنفصلي عني؟ مو عنك، انا رح انفصل عن صارتي ورح اشتغل مع شركه تانية غيركم. انت عم تمزحي وعم تحكي هيك لتعصبيني وبس. وحياتك عم بحكي عن جد. حاجة جنان حياة. منكمل حكي. مراد اسفة على الازعاج بهالوقت، بس لازم حاكيك بموضوع ضروري. مالي فاضي هلا. بعدين مالك ملاحظة انه عم تدقي علي بوقت متأخر؟ لو مو شي مهم اكيد ما كنت بدق عليك، بخصوص امك. خلص منحكي الصبح، ويا ريت ما حدا يدق هالباب علي بهالوقت هاد، ما في داعي يقول هالشي كل يوم. تصبحي على خير. حياة، حياة اطلعي بدنا نكمل حكي. بتفوتي على هالحمام وبتقفلي على حالك جواته، شو هالحركات هي؟ ما رح اطلع، ما بدي احكي بشي، لا تستنى على الفاضي. طيب معناتها رح استناكي هون الا ما تطلعي بالاخير. حياة بدي احكي معك. عم بسمعك قول. لك يا حياة، يمكن انا زودتها شوي بردة فعلي، فيك تشتغلي مع مين ما بدك. شكرا والله. ايه بس بشرط انه تقليلي مع مين بدك تشتغلي. ليلي مين؟ تعرف عن قريب. ليك يا حياة، هلأ أنا هادي عن جد ومالي معصب، أنت حرة، يعني أنا بساعدك وبحترم رأيك، بالنهاية الحب شي والشغل شي تاني، هيك المفروض. طيب رح أقول. قولي. بس ما رح أتعصب أبدا. معصب؟ طيب ما رح أعصب، بس معلش ما تحسسيني اني بعصب على اتفه سبب وما بتعامل الا بهي الطريقه، انا مالي متخلف. طبعا انت يا زلمه كثير متحضر وما بتعصب. يلا احكي. ولا اقول لك رح اتعصب وما رح نقدر ننام. حياه، مع مين؟ يلا خلصيني احكي. مع حدا بيأمن بموهبتي على الأقل. ومين هو؟ عمار. عيدي حياة؟ قلت لك ما سمعتني؟ قلتي عمار؟ على أساس ما سمعت. ما غيره عمار أزاد. بتعرفي فكرتك رح تحكي شي مهم. حياة مو طبيعية، بس بتعرفي شو، انا هلا رح كون صريح معك. ايه
على فكرة برافو عليكي، هذا أهم قرار أخذتيه بحياتك، إنك تتركي الشركة وتشتغلي مع هذا اللي اسمه عمار. بهنيكي من كل قلبي، عن جد شي بيضحك. مجنونة وبلا مخ. إنه ما لقيتي إلا هذا اللي اسمه عمار؟ عن جد نهفة، مو معقول، شي ما بيتصدق. قال تشتغل مع عمار لأنه القصة على كيفك حياة خانو، مو هيك؟ دارت دارت وما لقيت غير هذا الأجدب. عن جد شي غريب.